حتى العلم لا في نقطة لازمة تجادلهم وتقدر في نقطة لازم أوضحها. أنا لما أقول قلل الكراسي يعني أنت لما في منتخبين اللي يصعدون هذا منتخبين صاعدين يستحقون وصاعدين جاهزية تامة. طيب 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 أعطينا مساحة أكبر أعطينا مساحة أكبر نتكلم عن مباراة اليوم عن منتخب مصر. في فرق اوروبيه ما تستاهل. انا استغرب حتى كلام حتى في اوروبا كلامكم تو تقول اليورو واليورو 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 في فرق مو زينه حتى كل واقعيين زين. تشوف انه تشوف انه في مبالغه في محمد لمنتخب مصر هذه لا 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 في مبالغه لا لا مدح بنفس الوقت انا استغرب انا قلت لك في تناقض ان مدح و لا يا لا يا احمد كلامي واضح. انا قلت المستوى الفني ما كان جيد يعني مستوى يعني منتخب مصر اليوم يستحق الخساره لا يعني يفوز على اوروغواي بس ان اللاعبين ما كانوا حاضرين يعني بشكل يعني خصوصا بالثلث الاخير بالمنتخب وتحس انه بس يلا بخلص تخيل البرتغال مغرب ونفس الهدوء اللي كان اليوم مثلا على منتخب اسبانيا لاعبين هادين داخل داخل منطقه سمعت كلمه مشاري تو ايش قال تخيل البرتغال من غير كريستيانو يلا هذا منتخب مصر من غير محمد صلاح خلينا نكون واقعيين اوكي محمد لم يتحن نجامل محمد لا محمد صلاح له تاثيره ولكن انا قاعد اتكلم كمستوى فني للبطوله منتخب مصر من افضل المنتخبات في 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 افريقيا ممكن انه يكون متواجد. انا لما اتكلم عن المنتخبات بشكل عام ما اقصد انه يعني امسحهم من كاس العالم لا خلهم يتواجدوا بس قلل الكراسي خصم اليوم اورجواي كافاني سواريز يعني لما تطلع بنتيجه كانت قريبه اورجواي صار له 9 سنين نفس الفريق الفريق هذا الحالي اضعف فريق للاورجواي 9 سنين صار له نفس الفريق قاعد يلعب ثاني فريق بتصفيات امريكا الجنوبيه اي ادري بس يعني 9 سنين نفس الفريق مو نفس العطال اللي هو محمد هذا تقليل انت تقدر تقول يعني تقليل المنتخب المصري مو والله مو تقليل المصريين هم اللي استحوذوا هم اللي كانوا افضل اليوم هذا البرتغال الاورجواي انت قاعد المفروض تمدحهم لان 9 سنوات يعني في تفاهم في توازن اخر عطاء اخر العطاء المنتخب الاورجواي يعني هذا المنتخب الحين نفس عطاء في 2010 لما اخذ الكره هو يقول لك ثاني الفرق متاهله وثاني على امريكا الجنوبيه يعني احنا البرازيل كان يتاهل الخامس كان يتاهل بالملحق البرازيل كان يتاهل بالموت كان يتاهل وياخذ كاس العالم هذا مو مقياس التصفيات انا اكلمك على اداء في كاس العالم عطني اداء يخليني انا كمشاهد استمتع في كره القدم بعد كاس العالم شنو معاك في اداء مصر كاس العالم اللي فات واللي قبله من